الخرطوم الفضائية ومجموعة آل حاكم تقدم لكم برنامج ليالي السودان. ليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان. ليالي السودان فيها نغني للأوطان. برنامج ليالي السودان بمشاركة الفنانة إنصاف فتحي، الفنانة رانيا محجوب، الفنانة منى مجدي، والفنانة شذى عبد الله. ليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان. ليالي السودان فيها نغني للأوطان. أهلا ومرحبا بكل متابعي برنامج ليالي السودان الأحلى في رمضان. لسا مستمرين في رحلاتنا وجولاتنا السياحية اليومية في كل ربوع الوطن الحبيب. التحية والتقدير لكل اللي بتابعونا يوميا وبيشاهدوا معنا أروع المناظر الطبيعية والخلابة، وبنطلع بمعلومة تاريخية أكيدة، وبنقرر في نهاية كل حلقة إنه الصيف ده والإجازة دي وكل يوم في السنة حنقضيه وين في ربوع الوطن الحبيب السودان. أهلا ومرحبا بكم في ليالي السودان يوميا في رمضان. دخلت العمارة الإسلامية في مساجد السودان منذ زمن طويل، حيث تتميز بالبنيان العتيق والذي يعكس تراثاً معمارياً ضارباً في القدم، ويكشف عن مهارات تمثل تحفة معمارية ارتبطت بالماضي العريق لتبقى معالم أثرية تروي لنا تاريخ أجدادنا العظيم. كما تمتاز مساجد السودان في الوقت الحالي بالمزج ما بين القديم والحديث. تحية لشذا ورانيا وإنصاف ومنى، وهم يوميا بيقدموا لنا أروع الألحان وبيجتمعوا في ختام الحلقة في عمل كورالي. استمعنا وبنستمع خلال الشهر الكريم ل 150 أغنية، وكل التحايا للفرقة الموسيقية المصاحبة. أهلا ومرحبا بكم، وكل التحايا لكل متابعينا. The Islamic style of architecture has been used in building Sudanese mosques since long ago. The mosque's style is classical, reflecting centuries long of architectural heritage. It reveals skills manifested by architectural masterpieces from the ancient past. These ancient landmarks articulate the history of our great forefathers. Currently, the Sudanese mosques combine both old and modern styles. أهلا ومرحبا بكم متابعي ليالي السودان، وكل التحايا للشذا عبد الله. أهلا ومرحبا بك.
Thank you.
خوالي. التحية والتقدير لكل متابعي برنامج ليالي السودان، الوطن الحبيب، متابعينا في كل مكان من أفضل 10 دول في العالم من حيث مقومات السياحة الطبيعية طبعا، لأنه بتمتع بمناظر طبيعية خلابة، وكفاية أنه عندنا 6 ضفاف، النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل، ده غير كمان شواطئ البحر الأحمر في بورسودان وولاية البحر الأحمر. السودان زاخر ومليء بالمناظر الطبيعية والمناطق السياحية. ليه إحنا منساعد بعض ونساهم في تطوير السياحة وتطوير صناعة السياحة في السودان باهتمامنا بها وبتأكيدنا، لأنها السياحة بترجع للوطن بعائد مادي مقدر جداً، وبتقدم خدمات أكيد للوطن السودان عديدة، لأنه معروف تداخل المجالات السياحية والصناعية بالتالي الاقتصادية. تحية والتقدير لكل مهتم بالسياحة في السودان، القطاعات كافة إذا كانت خاصة أو حكومية، وتحية والتقدير لكل فرد بيعي معنى السياحة في السودان وبيساهم بمبادرات فردية لتطوير السياحة في السودان. ينبع نهر النيل الأزرق من بحيرة تانا في الهضبة الأثيوبية، والتي تقع في الشمال الغربي للمرتفعات الأثيوبية، ويبلغ طول البحيرة تقريباً 84 كيلومتر وعرضها 66 كيلومتر، ويبلغ أقصى عمق لها 15 متراً، وتقع على ارتفاع 1788 متراً، وتتراوح مساحة سطحها من 3000 كيلومتر مربع إلى 3500 كيلومتر مربع، وذلك بناء على معدل سقوط الأمطار. يبدأ جريان النيل الأزرق من بحيرة تانا في أثيوبيا متجهاً إلى السودان ليلتقي مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، مشكلاً نهر النيل الذي يمر مساره بعشر دول أفريقية والتي يطلق عليها دول حوض النيل. Nile flows from Lake Tana in the Ethiopian plateau. The lake, located in the northwestern Ethiopian highlands, is approximately 84 kilometers long, 66 kilometers wide, and has a maximum depth of 15 meters. It is 1,788 meters high with a surface area of over 3,000 kilometers. The Blue Nile flows from Lake Tana in Ethiopia and heads westward through Sudan, where it converges with the White Nile in the Sudanese capital Khartoum to form the River Nile. The River Nile
passes through 10 African countries, referred to as the Nile Basin countries. أهلا ومرحبا بكم متابعينا يوميا في برنامج ليالي السودان. تحية خاصة جدا للمبدعة رانيا محجوب. أهلا ومرحبا بك ورمضان كريم عليك يا رب. Thank you.
التحايا والتقدير لكل متابعي برنامج ليالي سودان، ونحن يوميا بنطوف كل الوطن الحبيب واتجاهنا لشرق السودان، ولاية البحر الأحمر ومدينة بورسودان، كمان لتطوير السياحة بالسودان. نهتم بكل شواطئنا وشواطئ البحر الأحمر في مدينة بورسودان وكل ولاية البحر الأحمر، لأنه يعني بتميز بأنه من أكثر الشواطئ في العالم، صحي ونقي ومياهه نقية، الشعب المرجانية الموجودة فيه، المياه الملونة، كمان العلاج الموية المالحة معروفة جدا. التحية والتقدير بنجددها لكل المهتمين بالسياحة بصورة عامة، ولاية البحر الأحمر بصورة خاصة، وحاضرتها مدينة بورسودان. تتميز مدينة بورسودان بشواطئها الجميلة الرائعة الممزوجة برمالها البيضاء ومياهها الفيروزية الزرقاء المتناغمة مع النخيل الأخضر المنتشر في كل مكان، ليكونوا لوحة فنية رائعة توحي بالراحة والاسترخاء ضمن هذه الأجواء الساحرة. ويعتبر شاطئ البحر الأحمر من الشواطئ السياحية الشهيرة عربياً وعالمياً، حيث ظل متألقاً بمظهره الساحر الذي يميزه عن الكثير من الشواطئ العالمية. وتكمن نقاط القوة فيه بعد أن تلتقي شمسه الذهبية مع مياهه الزرقاء المتلألئة في مشهد جذاب يجعله قبلة مفضلة للزائرين والسياح على مدار فصول العام، لأنه يعتبر الشاطئ الأكثر صفاءً ونقاءً على المستوى العالمي. Port Sudan is a beautiful city, characterized by splendid white sand beaches blended with turquoise blue water and elegantly harmonized with green palm trees, forming a wonderful portrait and creating a magical atmosphere that offers comfort and serenity. The Red Sea coast is regarded as one of the most famous tourist attractions in the Arab region and the world at large. Its charming character and clear waters have made it a magnet for tourists throughout the year, being one of the cleanest shores in the world. أهلاً ومرحب بكل متابعي ليالي السودان، وتحية والتقدير للمميزة دوماً إنصاف فتحي. أهلاً ومرحب بك، وتصومي وتفطري على ألف خير.
مع بعض المتابعين الأعزاء نتابع بعض من معرض الصور الفوتوغرافية للوجوه السودانية الأصيلة. مرحب بكل متابعي ليالي السودان، بنجدد وبنعيد وبنزيد ونناشد بعض لتطوير صناعة السياحة في السودان، وغني جدا عن القول والتعريف. كنوز الحضارة النوبية العريقة مروي وكرمة والمصورات. مدينة كرما من المدن التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري، ويعتقد بعض الباحثين السويسريين أنها من أول التجمعات البشرية في التاريخ، وكانت من أهم عواصم الممالك النوبية القديمة. Kerma is a Sudanese city dating back to the Stone Age. Some Swiss researchers believe that the city was one of the earliest examples of human settlement and the most important capitals of the ancient Nubian kingdoms.
مرحب بمتابعي برنامج ليالي السودان، تحية وتقدير واحترام للمطربة المميزة منى مجدي، أهلا ومرحب بك وكل التحايا.
أتحية لكم مجددا متابعي ومشاهدي برنامج ليالي السودان، وإلى إضاءات وإشراقات من صفحات كتاب تاريخ السودان العظيم، أهلا ومرحبا بكم. إضاءات وإشراقات من تاريخ السودان. بلغت مملكة مروي من القوة مرتبة كبيرة، حتى قيل أن جيشها كان يصل عدده إلى 250,000 مقاتل، كما كانت بها نهضة صناعية مرموقة، إذ بلغ عدد الصناع فيها 400 صانع. ويتمتع الملوك الكوشيون بالثراء والجاه، وعرفوا باهتمامهم وحبهم للخيول، وحمل ملوك مروي ألقاب الفراعنة كما فعل ملوك نبتة، وأطلقوا على أنفسهم أبناء رع. Snapshots from the history book of Great Sudan. The kingdom of Moroi became enormously strong, with its army allegedly reaching 250,000 fighters. There was also a remarkable industrial development, with the number of fabricators amounting to 400. The Kushite kings enjoyed wealth and prestige, and were famed for their interest in horses. The kings of Moroi held the titles of pharaohs, as did the kings of Napata, who called themselves the Sons of Ra. كل تحايا لكم متابعي ليالي السودان، وإحنا بنناشد بعض عشان نهتم بالسياحة في السودان ونساهم في تطوير صناعة السياحة، وخصوصا إنه السودان زاخر وغني بالموارد الطبيعية والمناطق اللي فيها مناظر خلابة جدا. كمثال السياحة الطبيعية زي مصيف أركويت وكثير من الشواطئ اللي تكلمنا عنها، وبرضو المحميات الطبيعية أشهرها طبعا الدندير، وكمان محمية الردوم في جنوب دارفور. التحية لكل مهتم بالسياحة، وبرضو من الأشياء الممكن تساعد في تطوير صناعة السياحة في السودان اهتمامنا بتنشيط السياحة العلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات والأنشطة الرياضية وغير كثير من أنماط السياحة في السودان. كل التحايا والتقدير لكم، ومتواصلين معكم في جولاتنا السياحية من ليالي السودان. يظهر شمال السودان بالمواقع الأثرية التاريخية القديمة والتي تمثل الحضارات والممالك الشهيرة، مثل مملكة مروي، مملكة نبتة، مملكة كوش، والتي أقرتها لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو كمواقع أثرية تم تصنيفها كتراث عالمي يجب المحافظة عليه ضمن قائمة التراث الثقافي، حيث تم تسجيل جبل البركل ومواقع الحضارة المروية في السودان، والتي تعود إلى عهد مملكة نبتة التاريخية عند امتداد نهر النيل الشمالي كجزء من التراث العالمي. North Sudan is full of ancient historical sites representing well-known civilizations, namely the Kushite kingdoms of Karma, Napata, and Moroi. The sites have been recognized by the UNESCO's World Heritage Committee as archaeological sites classified as World Heritage.
that should be part of the organization's lists of intangible cultural heritage that should be preserved. Jebel al-Bakal and other Meroitic civilization sites dating back to the Kingdom of Napata have been recognized as part of the World Heritage. تحايا والتقدير لكل مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، وتحايا والتقدير خاصة جدا للأربعة مؤديات المشاركات في ترديد الأغنيات يوميا، شذا ورانيا وإنصاف ومنى، بيتسمعوا في نهاية كل حلقة عشان يقدموا لنا عمل كورالي. نتابع مع بعض.
تحية وتقدير لفريق عمل ليالي السودان القام بمجهود جبار عشان يقدم السودان بأبهى حلة، وتحياتي وتقديري لكم. وفي النهاية الشكر أجزل لكل المشاهدين والمتابعين اللي بتابعونا يوميا لحد ما نلقاكم في جولة سياحية تانية. أقعدوا عافية وتصبحوا بألف خير.